والمفردة التاسعة الحلم. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه: تعلموا الحلم، تعلموا الحلم. وكان الليث بن سعد كثيرا ما يقول لأصحاب الحديث، يعني طلاب العلم: تعلموا الحلم قبل العلم، تعلموا الحلم قبل العلم. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وحقيقة الحلم سكون النفس، وحقيقة الحلم سكون النفس، وهذا السكون يصونها من الاستعجال. فإذا صان العبد نفسه عن الاستعجال لم يتسلل إلى فكره ما يفسد أمنه، وصار قادرا على تمييز ما يقع أمامه من قول أو فعل أو اعتقاد، فلا تجده متعجلا كي يلبس ثوب ذلك القول أو الفعل أو الاعتقاد، فهو ساكن النفس يتطلب تمييز الأشياء التي تدور حوله. فإذا حصل له هذا السكون أمكنه أن يميز بين ما يضره وما ينفعه، فحفظ له بذلك أمنه الفكري.